وصل 75 لاجئا سوريا قبل يومين إلى إيطاليا قادمين من مخيمات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ضمن اتفاق ممرات إنسانية وقعته الحكومة الإيطالية مع مؤسسات كنسية في البلاد نهاية العام الماضي. بذلك يصبح مجموع السوريين الذين وصلوا إيطاليا عبر المبادرة الإنسانية ذاتها 353 لاجئاً، المجموعة الأولى المكونة من 3 أشخاص وصلت في 4 فبراير الماضي، والمجموعة الثانية تضم 93 لاجئاً وصلت في 29 من الشهر ذاته، فيما وصل 101 ضمن المجموعة الثالثة في مايو أيار الماضي، كما وصل 81 شخصاً ضمن دفعة رابعة في حزيران الماضي. ومجموعة اليوم هي الخامسة التي تصل إيطاليا بطرق قانونية بعد الحصول على تأشيرة إنسانية، وتم افتتاح مكتبين للمبادرة لاستقبال اللاجئين في كل من طنجة في المغرب والعاصمة اللبنانية بيروت، وستتكفل المؤسسات والكنائس الموقعة على المبادرة بتكاليف السفر وتوطين اللاجئين في إيطاليا، حيث تأمل في استيعاب 1000 شخص في غضون سنتين.